اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. تعالوا بقى نروح ونتعرف سوا على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه وفروعه المختلفه مع زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم. هي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا هنا صباح الفل عليكي وكل سنه وانت طيبه، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم، طبعا كل سنه وانت طيب يا كريم ونهاوند طيبه وكل مشاهدين قناه الاهلي في كل مكان. وهيكون معانا كمان اخبار متعلقه طبعا بعيد الاضحى المبارك هقولها لكم، لكن هتكون اخر فقره في فقره اخبار النادي النهارده. خلوني قبل ما ابدا طبعا اخبارنا المتعلقه بفرق النادي المختلفه والفريق الاول لكره القدم طبعا اضم صوتي لصوتكم واهنئ طبعا نجمنا العالمي النجم مصطفى عسل طبعا بعد فوزه امبارح ببطوله الاسكواش الدوليه بطوله العظماء الثمانيه، يعني عمل طبعا بطوله كبيره جدا كالعاده للسنه الثالثه على التوالي بيحقق البطوله. شفناه طبعا بيتالق بشكل كبير جدا، يعني الحقيقه ان كله بيتنبأ له ان هو ان شاء الله هيكون اسطوره السكواش المصريه القادمه وهيحقق عدد من الانجازات، فطبعا بنبارك له وبنقول له اكيد ان كلنا فخورين بيه. خلونا بقى نبدا اخبارنا النهارده والبدايه مع الفريق الاول لكره القدم. النهارده الفريق هيكون راحه من التدريبات، طبعا كان منح مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق راحه سلبيه للاعبين لمده 24 ساعه بعد بقى فوزنا امس على فريق منتخب السويس في دور ال 32 من بطوله كاس مصر بهدف نظيف احرزه طبعا اللاعب حسين الشحات. النهارده زي ما قلت هيكون راحه من التدريبات، بكره بقى ان شاء الله الفريق هيستأنف تدريباته. تجمع الفريق هيكون الساعة 4 والمران هيبدأ الساعة 5، يبدأوا بقى الاستعدادات لمباراة الخميس القادم واللي هتكون أمام فريق البنك الأهلي، طبعا هتكون ضمن منافسات بطولة الدوري. يعني رجال طبعا الفريق الأول لكرة القدم مركزين بشكل قوي جدا في بطولة الدوري، عايزين بقى يفوزوا في جميع المباريات عشان يحسموا بطولة الدوري مبكرا. طبعا زي ما احنا عارفين ان هم متصدرين جدول الترتيب، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في الفترة القادمة. واستكمالا بقى للحديث عن كرة القدم معانا بقى اخبار كمان متعلقة بطبعا اختبارات ناشئين كرة القدم لسه طبعا مستمرة وهتكون في محافظة الشرقية وكمان محافظة السويس. خلوني بقى اديكم تفاصيل اكتر عنها. البداية هتكون مع محافظة الشرقية، الحقيقة انه تم بالفعل بدء بيع استمارات اختبارات الناشئين بدأت من يوم 24/6 وهتبدأ بقى الاختبارات، هتكون مقسمة على يومين، اليوم الأول هتكون يوم الثلاث 4/7 وهيكون لمواليد من 2013 حتى مواليد 2018، واليوم الثاني بقى هيكون يوم الأربع هيكون يوم 5/7 وهيكون لليوم الثاني هيكون من مواليد 2012 حتى مواليد 2007، طبعا بقى هيكون بمقر الأكاديمية النادي الأهلي بمركز شباب أبو كبير بالشرقية. أما عن محافظة بقى السويس فأيضا بدأوا بيع استمارات اختبارات الناشئين من يوم 24/6 وهتكون مستمرة حتى نفاذ الكمية، هتكون برضو مقسمة على يومين، اليوم الأول هيكون الجمعة 7/7 وهيكون من مواليد 2013 حتى مواليد 2018، واليوم الثاني هيكون يوم السبت 8/7 وهيكون من مواليد 2007 حتى مواليد 2012، برضو طبعا هيكون بمقر أكاديمية النادي الأهلي بنادي النصر للبترول. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لكل المقدمين على طبعا اختبارات ناشئين النادي الاهلي، اكيد اي لاعب في مصر بيكون بيحلم انه يلبس تيشيرت النادي الاهلي ويمثل هذا النادي العظيم، اكيد الكل بيتمنى انه ينضم ليه، فبنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. اما عن بقى الالعاب الاخرى فطبعا زي ما احنا عارفين يا كريم ويا نهاوند ان دلوقتي اوف سيزون في جميع الفرق، خلاص اجازه من التدريبات طبعا، لكن خليني اقول لكم ان معظم لاعبي النادي الاهلي منضمين مع منتخباتهم الوطنيه سواء في كره اليد كره الطايره او كره السله في فتره بقى اعداد لطبعا بطولات مهمه جدا هتكون مع منتخبنا الوطني، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لاخبارنا الاجتماعيه بالنادي الاهلي، وزي ما قلنا طبعا حابه اقول لكل مشاهدين قناه الاهلي كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. والنادي بقى خلاص بدا الاعلان عن الاحتفالات بالعيد، هيكون في كرنفال للاطفال في اربع فروع النادي. خليني اقول لحضراتكم تفاصيل اكتر، هيكون في يوم الجمعه 30/6 بفرع مدينه نصر كرنفال للاطفال بالتحديد هيكون امام الفود كورت وهيكون الساعه 6 مساء.
كمان في فرع التجمع الخامس ايضا هيكون يوم الجمعه 30/6، هيكون امام الشاشه الخلفيه بجوار مبنى الاكاديميه، وهيبدا في تمام السادسه مساء. اما عن مقر الاهلي بالجزيره، هيكون الكرنفال يوم 1/7، وهيكون امام الشاشه الرئيسيه الساعه 6 مساء. واخيرا بقى الفرع الرابع، فرع الشيخ زايد، هيكون يوم 1/7 يوم السبت، هيبدا الساعه 7 مساء، وهيكون امام الشاشه الرئيسيه. يعني دي الاخبار الاجتماعيه وكمان اخبار الفرق الرياضيه المختلفه. كمان بقى زي ما معوزين مشاهدين 10 الصبح في الاهلي، خلوني انقل لكم الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن الاعضاء متواجدين في النادي منذ ساعات. خلينا اقول لكم ان الايام دي الاعداد في زياده، لان طبعا خلاص معظم الطلاب اخذوا اجازه اخر السنه فمتواجدين في النادي. درجه الحراره دلوقتي 29، يعني الحقيقه تقدروا تيجوا وتستمتعوا بيومكم داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني دي كانت النهارده فقره اخبار النادي الاهلي. طبعا معاكم لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. لا مفيش غير كل التهاني بالعيد، كل سنه وانت طيبه واهل بيتك طيبين، وبنشكرك يا هنا على التغطيه المتميزه دي كالعاده. شكرا جزيلا. شكرا يا هنا، كل سنه وانت بخير يا رب.